اهلا بحضراتكم من جديد. تابعنا معاكم خلال الفتره اللي فاتت ملفات كتير وازمات حصلت داخل البرلمان، سواء كانت خلافات خاصه باللائحه اللي هنتكلم فيها يعني بشكل كبير النهارده في فقرتنا دلوقتي مع ضيوفي، او ايضا تصرفات بعض النواب اللي مش هقدر ان اتغاضى عنها واتكلم فيها ايضا على الاقل بشكل سريع مع ضيوفي. من ضمن طبعا الخلافات اللي كانت ظهرت مؤخرا فيما يخص اللائحه كان اقتراح النائبه مارجريت عازر اللي توافق عليه في الجلسة العامة من يومين بأن يتم تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب طبقا للأحزاب اللي عندها على الأقل 10 أعضاء في البرلمان. ده لما كانوا 5 في اللائحة الجديدة الناس اعترضت، طب لما يبقوا 10 ايه اللي هيحصل؟ الناس وافقت، بس لسه ما نشوف. اسمحوا لي رحب بضيوفي النائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب والقيادية بائتلاف دعم مصر اللي مزعل النواب، ازيك يا ست النايبة؟ والنائب الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب ورئيس حزب الحرية. أنا معترضة. ليه بس؟ ازيك يا ست النايبة إيه؟ أنا النائبة. طيب ازيك ست النائبة وسيادة النائب؟ تمشي النائبة. طيب ازاي حضرتك؟ النائبة الدرج بتاع طيب خلونا الأول بس قبل ما نتكلم عن اللائحة، لأنه النهاردة كان في واقعة كبيرة، للأسف واقعة صوتها وصداها عالي في البرلمان، ويهمني اعرف حضراتكم شايفينها ازاي؟ يعني اعتداء النائب كمال احمد على النائب توفيق عكاشه النهارده بالحذاء، حضرتك بتشوفي هذا الامر ازاي؟ شوفي، في الحقيقه طبعا الخطا اللي قام به سياده النائب توفيق عكاشه اثار غضب شديد جدا في الشارع المصري، واثار غضب شديد جدا داخل النواب. لكن انا شايفه التجاوز والمبالغه الشديده في التعبير عن الغلط عن الخطا اللي عمله من سياده النائب كمال احمد يعني كان فج، وما كانش يجب ان يحدث اطلاقا تحت يعني او في قاعه البرلمان، لان قاعه البرلمان له قدسيته، البرلمان له قدسيته وله تقدير واحترامه، فرفع الحذاء فيه انا اعتقد ان شيء يعني سيء مش ولكن الامر المستفز للشارع بشكل واضح، يعني تصرف النائب توفيق عكاشه طبعا مستفز للشارع بشكل غير يعني بشكل واضح للشارع بس ولا للنواب كمان؟ وللنواب طبعا، لان للاسف الشديد حادثه اول يعني وقع اول مره تحدث. كل الشارع المصري، بص حضرتك، هو مفيش حاجه تدين النائب توفيق عكاشه قانونا، ولكنه فعلا الشارع مفيش بيت في مصر مفيش في شهيد بسبب الكيان الصهيوني، وبالتالي في احتقان شديد جدا في الشارع المصري، وده ما ننكروش. وبعدين حتى لو في علاقات دبلوماسيه او في اتفاقيه فدي بين الحكومات، لكن الشعب المصري ما زال مجروح. صحيح. اسرائيل ليها وضع خاص، ليها وضع عندنا خاص. الناس بتقول السياسه حاجه ولكن احنا كشعب موقفنا مختلف، وبالتالي انا مش عايزه اعفي سياده النائب توفيق عكاشه من انه احرج البرلمان واحرج نفسه في ورطه انا شايفه انها ما تصدرش عن شخصيه وطنيه بهذا الشكل. وانا بوجه بس دي رساله يا سياده النائب، انت كنت زعلان قوي ومتضايق، وانا شريك في ثوره 30/6، وانتوا ازاي لما ارشح نفسي رئيس للبرلمان ما انتخبتونيش؟ انت النهارده رديت على نفسك، ليه النواب ما انتخبكش؟ تمام. طيب انا هروح للدكتور صلاح حسب الله، شايف وسيله او اسلوب النائب كمال احمد في عقاب النائب توفيق عكاشه على لقائه بالسفير الاسرائيلي، شايفه ازاي وشايفه عقاب مبرر ولا لا؟ خلينا اتفق مع الزميله العزيزه النائبه مارجريت عازر في مساله ان في اقرار لوجود تجاوز على فكره او اعتداء على حق هذا الشعب ودماء شهداء مصر عبر التاريخ وحتى الان في مواجهه العدو الاسرائيلي. وعايز اقول اذا حتى في وقت يعني ابرمت فيه الحكومات اتفاقيات سلام سنه 79 وتلا بعض المعاهدات الاخرى او تعاون تجاري وخلافه، انما في الاخر نحن امام كيان لا نعترف به، لا اعتداء غاشم على حقوق الشعب العربي، مش الشعب المصري بس، في كل شبر عربي. وما اقدرش اقول ان انا وانا بتعامل معاه في اطار رسمي، ان البرلمان ونواب البرلمان ونواب الشعب هم بيعبروا عن اراده الشعب مش اراده الحكومات. وبالتالي إرادة الشعب هنا يجب أن تكون نافذة، إرادة الشعب المصري والشعب العربي تتعامل بحساسية مع الكيان الصهيوني.
ولما يجي الدكتور توفيق عكاشي يلتقي هذا اللقاء، بعيدا بقى حتى يعني الاستاذه مارجريت عازر اعفته من مسؤوليه قانونيه، لا في مسؤوليه قانونيه، لان هو تعدى على مبدا الفصل ما بين السلطات. الفصل ما بين السلطات، ان هو كونه كنائب هو سلطته تشريعيه ورقابه على اداء السلطه التنفيذيه، هو تقمص شخصيه المسؤول في السلطه التنفيذيه، اما تحدث في ملفات خاضعه للتفاوض عبر الحكومه المصريه مع الجانب الاسيوي زي ملف سد النهضه، حينما تحدث عن التعويضات اللي بتطالب بها اسرائيل في ملف منع تصدير الغاز، وكانه بيقر حق اسرائيل في هذا التعويض ومن ثم يطالبهم بالتنازل عن هذا التعويض، حينما يتنازل ولم يوكله احد عن دماء شهدائنا في بحر البار ويطالب فقط بمجرد دية او فدية وهو ليس يعني ذوي دم، يعني حينما يطالب السفير الاسرائيلي ان ينقل لحكومته ان هو يبني 10 مدارس بدل مدرسه بحر البقر دم المصريين غالي، دماء اطفالنا وابنائنا وشهدائنا، ده معناه ان هو هنا بيمارس دور ليس دوره. فمن من من هنا نقدر نقول هو تجاوز قانونا، يعني ليس هنا التجاوز تجاوز سياسي فقط او تجاوز او تعدي على اراضي الشعب المصري فقط، فدي مسؤوليه حقيقيه ثابته. والمجلس يعني المجلس حتى في قراره قرر تشكيل لجنه للتحقيق مع النائب توفيق عكاشة، وفلسفه تشكيل اللجنه يا استاذه ريهام هنا بتؤكد ان احنا بنحترم القانون وبنحترم اللوائح. ازاي بقى؟ بمعنى ان البعض طالب لجنه ايه ولائحه ايه المخالفه ظاهره وواضحه وضوح الشمس، ليه المجلس ما يصورش دلوقتي على اسقاط عضويته؟ الدكتور علي عبد العال قال للنواب، خدوا بالكم على فكره يا جماعه، ده محكمه الجنايات احيانا تحاكم حد اعترف معترف على نفسه اعترف بجريمته، انما المحاكمه ده حق طبيعي جدا لترسيخ مفهوم العدل، فعشان كده كان لازم يتحقق مع توفيق عكاشة. من هنا بقى اجي بقى للنائب كمال احمد، كمال احمد واسلوبه في عقابه، وهو رمز على فكره، هو اللائحه فيها عقوبه الضرب بالحذاء؟ هو اللائحه فيها عقوبه السب؟ كما اعتدى توفيق عكاشة على اراده المصريين وكرامه المصريين وعلى دور المجلس ودور السلطه التنفيذيه، اعتدى كمال احمد، وانا قلت له الكلام ده في مواجهته في مكتب رئيس المجلس بعديها، قلت له ويؤسفني يا استاذ كمال، واقول لك كنت تعلم كم اعتز بيك، ان انا مصدوم فيما فعلت، لان احنا لو بننقل وعايزين نعلم الشباب اللي داخل المجلس جديد نعلمهم ايه؟ نعلمهم ان هو يروح يطبق اللائحه بضرب الحذاء؟ نعلمهم ايه؟ ومن الممكن في الحاله دي انه شايفين انه ممكن في الحاله دي انه يجي نائب اخر معترض على تصرف نائب اخر في امر تاني مختلف، طبعا يروح برضه قلع الحزام طبعا قاعدة. طبعا فعشان كده طبعا انا رافض هذا الكلام، وعلى فكره احيي قرار هيئه مكتب المجلس برئاسه الدكتور علي عبد العال بشكل سريع جدا، التي حتى لم تنتظر ولم تنظر الى اي مذكره مقدمه رافضه لهذا السلوك من نائب كمال احمد، واتخذ قرار فور عوده الجلسه للانعقاد بحاله الموضوع وحاله النائب كمال احمد للتحقيق عبر لجنه خاصه. طيب انا عايزه اروح للائحه. قولي لي الاول ست النائب، ليه طالبتي بانه يعني او قدمتي مقترح باستحداث ماده تشكيل الهيئات البرلمانيه للاحزاب ب 10 اعضاء؟ يعني الناس كانت معترضه الاول على 5، ليه خليتيها 10؟ بس انا عايزه بس اشوف بس الناس اللي معترضه دي، اصل انا لما قمت بالاقتراح وافق عليه القاعه. لا انا كان معايا هنا من حوالي اسبوع، ما واحد او اثنين او 10 او 20 وفي 12 حزب، الاغلبيه وافقت، الاغلبيه وافقت، فالمقترح مقبول. يعني عشان بس من كان موجود من 320 نائب كان حاضر الجلسه في هذا التوقيت، الاغلبيه وافقت، الاغلبيه طيب خليني الاغلبيه وافقت، بس خليني اقول لك اتفضل. شوفي انا اؤمن تماما بالتعدديه الحزبيه، وان مفيش عمل سياسي بدون احزاب، احزاب قويه مش احزاب كرتونيه. انا عندي 109 حزب ليست لهم وجود، ترجموا في 19 حزب موجودين داخل البرلمان، شيء جميل جدا، لكن في الحقيقه اللي انا عايزه اقوله لك ان حتى قانون الانتخابات قانون الاحزاب بينص على تكوين الحزب من 5000 عضو على ان يكون من 10 محافظات، 500 من 10 محافظات، وبالتالي هنا القانون بينص ان لازم الحزب ده يبقى له قواعد على الاقل في 10 محافظات. هل الحزب لا يستطيع في 10 محافظات ان يكون له نائب في كل محافظه؟ ادي حاجه. تاني حاجه، انا حطيت النص دوت يمكن مش للبرلمان ده، ولكن
لما اقترحته كنت ابغي ان انا اقوي الاحزاب، ان احنا عندنا تيار ليبرالي، عندنا اكتر من 5 6 احزاب ليبراليين، ويمكن واخدين يعني الاكثريه في الحزب. 3 احزاب ليبراليه واخدين اكثريه. ايه اللي يمنع انهم يبقوا حزب واحد قوي؟ عندنا حوالي 5 احزاب يساريه يعني. عندنا حوالي 5 احزاب يساريه وعندنا ناصريه. طب يعني هل يجوز ان انا يبقى عندي العشرات من الاحزاب كلهم ايديولوجيه واحده؟ لا، انا ابغي ان انا اوحد كل هذه التيارات في احزاب قويه يعرفها الشارع. يعني الحل موجود، علشان يبقى عندهم الاحزاب اللي ما عندهاش 10 نواب عندهم الحل ان هم يندمجوا مع الاحزاب الاخرى ذات نفس التوجه. بالظبط، ادي حاجه. تاني حاجه خليني اقول لك ان في مع نفس مع الاحزاب اللي ليها نفس التوجه معاهم. احنا بنعمل ده للمستقبل. احنا بنعمل ده للمستقبل. هو ما ينفعش دلوقتي. صح، بالظبط. لا، انا بعمل ده للمستقبل، للبرلمان اللي جاي. اللائحه دي بتطبق على الدوره دي ودورات قادمه. بتعمل ده للمستقبل، بس وضع البرلمان الحالي بقى هيبقى وضع إيه؟ البرلمان الحالي ممكن ما تطبقش في الدوره دي، تطبق من الدوره القادمه او حسب ما يتراءى للجلسه. لكن في الحقيقه اللي انا عايزه اقوله ان انا محتاجه احزاب قويه ذات ايديولوجيه واحده. بمعنى ايه؟ ان يبقى عندي اليسار واضح ان ده حزب يساري وده حزب ليبرالي وده حزب قوي، والناس تبقى عارفه ده. انما للاسف الشديد احنا حتى الان عندنا 109 حزب، اكثرهم انتشارا. اليوم ما تقولي حزب، يقول لك حزب مين؟ حزب فلان اللي عامله فلان. طب ما عندنا كده وما زلنا. وحتى الان احنا عندنا احزاب، يمكن مثلا حزب الحريه ده وليد قبل الاحزاب يعني، لكن في عندي احزاب من بعد ثوره 25 يناير وقبل 25 يناير عشان نبقى عارفين. وكل الحزب فيه هو واحد وينضم له واحد تاني فيبقوا 2 عشان يبقى موجود في اللجنه. ومش هو ده المطاف. انا اولا انا ما اسأتش لاي حزب يعني او لاي شرف كبير جدا ان انا اكون نائبه في البرلمان، مش شرط ان انا امثل في اللجنه العامه. تمام. طيب هرجع لحضرتك، بس هروح على طول للدكتور صلاح حسب الله. هم كام حزب بقى اللي ما عندهمش 10 نواب او اكتر؟ يزيدوا عن 9 احزاب. يزيدوا عن 9 احزاب. حزب الحريه منهم. حزب الحريه منهم. طيب النائبه مارجريت عايزر قالت حاجه مهمه، قالت يكفي انك تكون موجود داخل البرلمان. ليه يعني معترضين على هذا الامر، وليه الاصرار ان يبقى في هيئه برلمانيه للحزب؟ لا، هو في كل الاحوال في هيئه برلمانيه للحزب، يعني هو في كل الاحوال في هيئه برلمانيه للحزب. هو هنا اللي كان مناقشه النص الماده 24 البند ثالثا كان بينسحب على تمثيل الهيئات البرلمانيه في اللجنه العامه للمجلس. ولما نرجع اختصاص اللجنه العامه للمجلس، اللجنه العامه للمجلس مهمتها مناقشه برنامج المجلس، وضع خطه المجلس بما يتضمنه من اجنده تشريعيه وخلافه وعقليه عمل اللجان، فهي لها دور لرسم سياسه المجلس. الاحزاب دي هتتحرم منها. بالظبط كده. ومن ثم ان انت المنبر الرئيسي داخل المجلس ان الحزب يشارك في فرض اجنده تشريعيه تنحاز للمواطن. ومن هنا هيتم التمييز بين حزب واخر. الحزب ده كان انحيازاته ايه؟ يعني انحيازاته ايه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا بنتكلم عن برلمان حالي يا استاذه ريهام اغلبيته تجاوز ال 58% من المستقلين الغير محزبين. طيب، واحنا بنعمل اللائحه للبرلمان الحالي؟ اكيد لا. بنعمل اللائحه للمستقبل. طب مستقبل المشرع الدستوري بقى، مش اللي بيضع اللائحه، المشرع الدستوري نفسه اللي حط الدستور وبيتكلم عن النظام السياسي ومستقبل النظام السياسي في مصر. يعني الدستور ده ما بيتحطش بقى الخمس سنين ولا 10 سنين، بيتحط الخمسين 60 سنة. المشرع الدستوري في المادة 5 قال ايه؟ قال ان النظام السياسي، مش النظام البرلماني بس، النظام السياسي في الدولة كله بكل اركانه يقوم على فكرة التعدية الحزبية. يعني ايه التعدية الحزبية؟ انا بقى من النوع اللي بحاول اذاكر شوية، فقلت لا، يعني ده النص، انما في كده النص، عارفه النص دوت اللي هو ايه؟ المنتج النهائي لفلسفه ونقاش دستوري دار في مذكرات اضاحيه حوالين كل نص. فلقيت ان النص بيقول، المذكرات الاضاحيه بتاعه النص ده بتقول لك ايه؟ اي حق في لائحه او قانون او قرار يتغول على حق الاحزاب السياسيه يكون باطل وكالعدم. لذلك انا بقول لك بقى ان هذا النص يعتبر في مخالفه شبهه، مش عايز اقول ان انا لست قاضي دستوري، انما في شبهه مخالفه دستوريه. لان المذكره الاضاحيه اللي احيانا بقى
في الحكم في المحكمة الدستورية العليا لما بتيجي تحكم بتجيب المذكرات الإضاحية للنصوص الدستور نفسها وتجيب الأحكام السابقة. فمن هنا أنا بقولك لا، الفلسفة بتاعت المشرع الدستوري بتقول تعظيم حقوق الأحزاب مش سلب حقوق الأحزاب. ولما أجي أتكلم على لائحة فكرة البعض اللي هم من إخواننا المستقلين، ما أنا بقولك يا الأزمة الحقيقية إن أنت بتناقشي نادي الأهلي في وسط جمهور الزمالك، هي نفس الفكرة، أنت بتناقش حق الأحزاب في وسط مجلس أغلبيته مستقلين مش مؤمنين بفكرة الأحزاب، هي دي الأزمة الحقيقية. الأزمة الحقيقية إن أنا بلعب مباراة خارج ملعبي ومش قدام جمهوري. المستقل هو بيقول لك أنا لا، هو ده لو مقتنع بالأحزاب ما كانش رشح نفسه عن طريق حزب، مش لما يلاقي حزب قوي. إنما هي لا، ما أنا أيوه مش لما يلاقي حزب قوي وأنا ما اختلفناش، ما أنا بقول لك ده سببه إن هو مش مؤمن بالتجربة الحزبية. فلما أجي النهاردة أتكلم عن التجربة الحزبية أقول إيه بقى؟ وسؤال، وأنا لما بعمل هيئة برلمانية وبمثل في اللجنة العامة الهدف منه تمثيل عددي؟ لا طبعا، يقول لك كنا عملناها 10 يبقى كل 10 مستقلين ليهم هيئة برلمانية. طيب مين اللي هيستفيد أو ما هي الأحزاب أو الكتل البرلمانية اللي هتستفيد من هذا القرار إن طبق يعني؟ لا يوجد على فكرة، بالعكس عايز أقول لك حاجة، حماة الوطن لن يتضرر من هذا القرار وداعم تماما لفكرة وجود البيانات البرلمانية كل الأحزاب. سيتضرر ولا لن يتضرر؟ لن يتضرر وداعم للي أنا بقوله ده. مصريين الأحرار الحزب صاحب الأكثرية أكثر حزب ليه مقاعد. أمال صوتوا اللي معانا ليه؟ لا لحظة بس صوتوا مع لا لحظة بس يا أستاذ، أمال صوتوا معاهم ليه فعلا؟ هو اتوافق على الصوت من الجلسة العامة. لا ما لحظة بس، المصريين الأحرار ما صوتش معاهم. أمال إحنا جبنا حد؟ لا إنما عموما البرلمان وافق بأغلبية زي ما أنا بقول لك. لا أنت بتكلميني السؤال الأحزاب ما تقوليش البرلمان، أنا بقول لك الأحزاب. مصريين أحرار الحزب صاحب الأكثرية مقدم اقتراح، ما انا بقول لك دي مضبطه بس ربما استاذ مرجت ما رجعتش مضبطه، انما مضبطه مقدم اقتراح من حزب المصريين الاحرار وهيئته البرلمانيه ان هو يبقى 2 او اكثر. بس دي بتقول لك ان في اكثر من 320 عضو وفد. 2 او اكثر، اطلب الاستاذ علاء عابد على التليفون. ما انا بقول لك اهو، اصل انا اقول لك اكيد تم التصويت معانا ولا لا. فالفكره سيبنا بس، مش هي دي المساله، مش المساله التصويت مع مين، المساله الحقيقه فين. الحقيقه هي اللي انا بقولها لك، اللي هي ان مصريين الاحرار مستقبل وطن، حزب الوفد معظمه كان داعم لهذه الفكره، حمايه الوطن داعم لهذه الفكره، ام مؤتمر داعم لهذه الفكره، يعني الاحزاب نفسها اللي مش هتتضرر من هذا النص داعمه لفكره حضرتك لانها عارفه التجربه الحزبيه شكلها ايه. عارفه يعني ايه حزب اسمه الحريه يبقى بيطلق يوم 28/7/2015 قبل فتح باب الترشيح ب 35 يوم وينجح ان هو يبقى عنده 3 مقاعد وينجح ان هو يبقى عنده 4 بيعيدوا وينجح ان هو يقدر يقدم 25 مقعد. حزبك له كم نائب في البرلمان يا دكتور؟ 3. وشايف ان 3 كافي ان يبقى لك يعني هيئتك البرلمانيه ممثله في اللجنه العامه؟ الاحزاب لا توزن بعددها. الاحزاب في البرلمان على فكره خصوصا لما تكون احزاب ناشئه، الاحزاب بتوزن بخطابها السياسي. هو حضرتك ومعتز محمود ومين الثالث؟ الدكتور محمد الفيوم. تمام. الاحزاب بتوزن بخطابها السياسي، وخطابها السياسي ده على فكره هو راس مالها، هو السلع اللي يقدر يسوقها، هو اللي يقدر يقول الناس في حزب واحد اسمه حزب الحريه منحاز في قانون التامينات والمعاشات واجندته في قانون التامينات والمعاشات لفلان، في التامين الصحي عايز يعمل كذا، في قانون العلاقه بين المالك والمستاجر عايز يعمل كذا، في قانون العمل عايز يعمل كذا، هي دي الفكره، يعني هي دي الفكره عشان ما تتوهش بس وتبان هي نزاع عددي. الحاجه الثانيه بقى انا عايز اسال استاذه مارجريت سؤال. في ظل ان الدستور بينص على المساواه بين جميع الاعضاء بقى كلهم في الحقوق والواجبات، والحزب اللي واخد 9 مقاعد، هي تجاوبني بقى، هي خريجه حقوق اساسا يعني، فتجاوبني، هو ده سؤال قانوني شويه. الحزب اللي واخد 9 مقاعد ولن يمثل في اللجنه العامه صح؟ والاحزاب خلاص اللي فوق ال 10 مقاعد هتمثل، اللي اقل من 10 مقاعد مش هيمثل، تمام؟ العضو بتاع الحزب اللي قال من 10 مقاعد مش هيمثل وفقا للقرار اللي خدته الجلسه بان الخمسه اللي يبقوا في اللجنه العامه تختاروا هيئه المكتب او يختاروا من المجلس يبقوا ايه؟ غير حزبيين. اللي اقل من 9 ده يبقى حقه فين؟ في الامم المتحده. حقه في ان هو يترشح رئيس لجنه. لحظه بس مش هو ازاي يبقى حزب بيمثل في الحزب اللي فوق العشرة بيمثل في اللجنة العامة والمستقل بتقوله عنده فرصة التمثيل في اللجنة العامة، والحزب اللي عنده أقل من 10 عنده 9 ملوش فرصة التمثيل في اللجنة العامة، أليس هذا إخلالا بمبدأ المساواة بين الأعضاء في الحقوق والواجبات؟ من الآخر يا أستاذة مارجريت، النائب صلاح حسب الله يعني بيدافع لا ثانية واحدة، ومن ضمن كلامه يعني وجه اتهامات بأن هذا الاقتراح المقدم من حضرتك هو بيسلب حقوق الأحزاب أو يعني بي بي
بيرسخ لفكره الحزب الواحد وان هو في شبه عدم دستوريه. يعني خلينا نقول بس المقترح انا تم اقتراحه مني وتم الموافقه عليه من الجلسه، وبالتالي اصبح مش بتاعي، اصبح الموافقه بتاعت المجلس. طب انا ما انا بقول المقترح حاجه، بس اكيد انت عندك وجهه نظر. انا قلت وجهه نظري، انا قلت وجهه نظري وانا مقتنع. لا ردك ايه على انه هذا المقترح يسلب حقوق الاحزاب ويرسخ لفكره الحزب الواحد؟ لما حضرتك تفكري فيها بقوي الاحزاب، لان كل حزب النهارده في الدوره اللي جايه هيبقى حريص جدا على التواجد في الشارع خلال الخمس سنوات ديت، والخطاب السياسي اللي الدكتور بيتكلم عليها هيبقى موجود في الشارع ومستمر. طيب. وله قواعد وله وحدات حزبيه. خليها كمل، خليها كمل، اتفضل. انا عايز اسالك سؤال، انت متفق معايا ان كل الاحزاب السياسيه اللي موجوده مبنيه دلوقتي من القمه الى القاعده، لكن الاحزاب تبنى من القاعده الى القمه؟ وبالتالي انا النهارده اذا ما رسخناش لفكره احزاب قويه يبقى لها في كل نجعه وفي كل قرى وفي المحافظه قواعد حزبيه بتعبر عن تتعمل ازاي يا استاذ مرجد؟ تتعمل ازاي؟ تتعمل بقواعدك. بفلوس ولا ببلاش؟ بفلوس. قد ايه؟ حضرتك اللي يشرع. انت مش كان ليكي تجربتين حزبيتين سابقين؟ انا طبعا. ثلاثة ولا اثنين؟ اثنين. الجبهة ما كانش انا اسست طبعا الجبهة، انا من ضمن مؤسسين الجبهة وما كانش عندي فلوس. والوفد ولا؟ ايوه. ثلاثة يعني؟ طب يعني عانيتي من التجربه الحزبيه؟ طبعا عانيت من التجربه الحزبيه، ولذلك انا بقول لك يعني انت عندك حاجه انتي ضد التجربه الحزبيه؟ لا اطلاقا، بالعكس انا حزبيه. حتى ما فيش حزبيه. ايه ده انت؟ ده اربع تجارب كمان. انت يعني مضاد. وحضرتك ما كنت حضرتك في الوطني؟ ايوه بس ما زلت مصر. ما زلت مصر. لا اصل بص حضرتك، لم انسلخ من التجربه الحزبيه، ما زلت اقاوم ومصر. وانا ما انسلختش من التجربه الحزبيه الا لما اجد حزب قوي زي ما انا قلت لك يبنى من القاعده الى القمه، هتلاقيني اول جندي موجود فيه. لكن ليه في الحقيقه النهارده الناس في الشارع ليه بتسخر من التجربه الحزبيه؟ ليه؟ وليه بنجري من التجربه الحزبيه؟ لاني انا مش قادره اشوف حزب بيعبر عن الشارع المصري بجد. لكن خلينا نتكلم، انت بتقول الحزب، انا لما ببتدي مشروع، خلينا ابتدي بقى حزب، لما ببتدي مشروع ببقى حاسب تكلفته وعارف هعمل ايه وعارف النهارده. قول لي لو انا في العشر محافظات اللي انت جبت منهم 500، كويس؟ لو ال 500 دول كل واحد فيهم في سنه هيجيب لك 20 30. لا اصل احنا عندنا فكر مختلف، احنا عندنا في الحزب احنا مؤمنين بان معلش اسمحوا لي بس اسمحوا لي، انا عايزه ابقى مباشره اكتر من كده. انا ما عنديش مشكله، احنا ما بناخدش انتخابات على القوايم. لا وماله؟ يعني في احزاب على فكره خدت مقاعد في القوايم، احنا ما فيش مقاعد ولا بنترشح على القوايم. انا ما بتكلمش على حزبك، وانا اعلم تماما، ويمكن كنت شريكه معاك وكنت بتناقش معاك والكلام ده كله، وبحترم فكرك جدا وانت تعلم ده. انا مش بتكلم على تجربتك، بالعكس انا قلت تجربه الدكتور صلاح قبل الانتخابات. لكن في ناس من 25 يناير ومن قبل 25 يناير وهم عضو واحد. عضو واحد. طيب خليني اقول لحضرتك او اطرح على حضرتك راي انا سمعته، واكيد حضرتك سمعتيه استاذه مارجت، وما اعرفش هل في حرج بالنسبه للدكتور صلاح ابطال ان هو يقوله، فيمكن صح حسب الله. عفوا خليني انا اللي اقوله، لان هو طبعا عضو المكتب السياسي برضه لائتلاف دعم مصر. اتفضل. البعض بيقول ان ائتلاف دعم مصر فسر الماده دي على مقاسه لان هو هيكون المستفيد الاكبر منها. ليه؟ وان هو مش عايز احزاب قويه داخل البرلمان. ايه رد؟ طب يعني مش عايز احزاب قويه ما يعني ما يقصيش يعني مش عايز يكون فيها هيئات يعني كتيره يعني اختبار مش عايز يبقى فيها هيئات كتيره داخل البرلمان. ليه؟ عايز هو يكون مستأثر بالموضوع. بصي ايا كان الائتلاف في دعم مصر هيمثل في اللجنه العامه بعضو اللي هو رئيس الكتله، فيعني ايه ان يبقى فيه 10 15 20 يعني ايه هو عضو؟ فده بعيد تماما. بصي الموضوع بعيد تماما عن دعم مصر. الـ 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 الرؤيه اللي انا طرحتها انا مقتنع بيها، انا مقتنع بيها مش عشان اقصي حد او عشان اؤيد حد خالص، انا مقتنع بيها علشان التجربه الحزبيه تثقل باعضاء. النهارده احنا قدامنا خمس سنين ان شاء الله يا رب نكملهم بخير، خمس سنين على ما يبقى فيه انتخابات اخرى. الخمس سنين دي كل عضو موجود في البرلمان او حزبي لابد ان يخلق ليه كوادر في الشارع ويؤهلهم تاهيل جد، لان الاحزاب السياسيه من ضمن يعني من ضمن وظائفها انها تبني لي كوادر. وانا هخش بالكوادر. حضرتك يا دكتور صلاح، حضرتك هتخش بالثلاثه دول المره الجايه؟ انت حاطط في ذهنك كده؟ احنا دخلنا مره قلنا بحاجه وعشرين مش كده؟ نجح منهم ثلاثه. متخيل؟ واحد اربعه غيرهم ماشي. يعني
متخيل ان انا متخيله بالفكر بتاعك اللي بنيت بيه الحزب ان المره الجايه هيبقى عندك اكتر من 20 لانك بتسعى الى انك تبقى موجود، مش عشان تبقى موجود ككتله برلمانيه في البرلمان، مش ده الغرض، ان انا ابقى موجود جوه كتله برلمانيه في البرلمان. لا انا عايز اقول لك ليس مساله ان انا ابقى موجود، لا انا على فكره رئيس الحزب الوحيد على مستوى الجمهوريه. طيب وبالتالي هيكون موقفك ايه لو البرلمان اقر هذه الماده يا دكتور صلاح؟ موقفك وموقف الحزب؟ لا عندنا في لا هو عندنا بس بصي هو في شبه مراجعه للموضوع دوت، لان في لغط قانوني وفي جدل قانوني حوالين الموضوع. القصة ان هناك وفقا للائحة الحالية اللي معمول بيها اللي اتى بيها رئيس المجلس وهيئة مكتب المجلس وبنشتغل بيها وبنشكل لجان خاصة بيها، اللائحة الحالية. اللائحة الحالية دي اسست مراكز قانونية للاحزاب. اسست مراكز قانونية للاحزاب. والاحزاب اعلنت هيئتها البرلمانية في جلسة عامة في المجلس، مظبوط يا استاذ محمد؟ ايوه طبعا. بما فيهم حزب الحرية. النهاردة اللائحة اللي احنا بنعملها دي لائحة بمثابة قانون. وهناك قاعدة على فكرة قانونية اسمها قاعدة عدم السريان بأثر رجعي، تمام؟ فعدم السريان بأثر رجعي دي قاعدة قانونية لا جدل فيها بقى، خلاص مفيش نقاش، يعني احنا امام نقاش قانوني وبحت، مش وجهة نظر بقى سياسية. عدم السريان بأثر رجعي دوت يخليني اقول هو في مراكز قانونية اكتسبت في الفصل التشريعي ده لعدد من الاحزاب اللي هي برلمانية؟ اه في. هو حزب الحريه اكتسب مركز قانوني بوجود هيئه برلمانيه ليه وتمثيل في اللجنه العامه؟ اه اكتسب وممثل في اللجنه العامه. طب هو السؤال عشان نتجاوز هذه النقطه الحل ايه؟ ان هي تطبق من الفصل التشريعي التالي. لكن هي تم انا حينما خاضت كل الاحزاب الانتخابات في 2015 خاضت على لائحه لمجلس الشعب بتقول ان الحزب الذي سيكون له اكثر من مقعد هيبقى ليه هيئه برلمانيه. انا لا يعنيني ده وتمثل في اللجنه العامه. انا لا يعنيني ده، انا يعنيني ان الفكره حقيقيه احنا هنا في تمثيل الاحزاب، لكن انها تطبق الـ 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 الفصل التشريعي ده او اللي جاي. اه ما انا بقول لك لا ده يعني فهي الفكره ان كاد نكون هناك يعني باب امن لخروج الجميع منه. اه باب امن لخروج الجميع، وهو باب ان النص يقر ويتم اقراره من الفصل التشريعي التالي. وحضراتكم موافقين على هذا الاقتراح؟ انا طبعا انا يعني انا اللي اقترحت ده. الاستاذه مرجت ممن تقدم ده؟ انا من تقدمت. يعني ممكن نتوقع انه ده اللي يحصل، يكون هناك يعني وضع انتقالي. انا الفكره اساسا البرلمان اللي جاي انا مش معرضتها عشان اقصي حد خالص، بل بالعكس انا يعني بالعكس ده انا كل اللي موجودين اصدقائي اكتر من الكتل الكبيره، يعني كل الكتل دول اصدقائي اكتر، لكن انا ما عرضتهاش عشان اقصي حد، انا عرضتها علشان اللي جاي. ادي حاجه. تاني حاجه النهارده مثلا ماده 28 ما هي اقصت المراه وواخده حق من حقوقها وتم الموافقه عليها مع 13، يعني لجنه القيم موجوده في النص القديم لابد من تمثيل سيده من ضمن الخمسة في الجديد ده ما اقرهاش وتحق من الحقوق طيب. وما اعترضناش ولا قلنا حاجه يعني. طيب انا بشكر حضراتكم جدا، انتم شرفتونا النهارده النائبه مارجريت عايزر عضو مجلس النواب والقياديه بائتلاف دعم مصر شرفتينا، والدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب ورئيس حزب الحريه شرفتنا. اشكرك يا سلام. وهنروح لفاصل، وبعد الفاصل ايه حكايه الهيفي ميتال؟ هنعرف ده من احد منظمي الهيفي ميتال في مصر نادر صادق. استنوا.